السلام عليكم. بمناسبة حلول شهر رمضان أتقدم إليكم بأسمى التهاني والتبريكات، وللشعب المغربي والأمة الإسلامية داخل وخارج الوطن برائحة العطر والمسك والعود. رمضان علينا وعليكم يعود، شهر الخير والكرم والجود. أقدم لكم أجمل التهاني من قلب ودود، كل عام وأنتم بخير. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. أسأل الله لكم في شهر رمضان أن يجعل بسمتكم سعادة، وصمتكم عبادة، وخاتمتكم شهادة. بلغكم الله العشر ورفع عنا وعنكم الشر، وأكرمكم بليلة القدر وأسعدكم طول الدهر. كل عام وأنتم بخير. رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. اللهم آمين آمين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. شكرا لكم، أشكركم على متابعتكم لي وعلى تفاعلكم ودعمكم، وانتظروني قريبا في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله، ورمضان مبارك إن شاء الله علينا وعليكم.